ازيكم يا بنات، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هوريكم شويه حاجات كده. رحت العتبه وجبت شويه حاجات من هناك، فهوريها لكم وهقول لكم الاسعار عشان اللي حابب يروح. بالمناسبه الاسعار في العتبه ما بقتش زي زمان، الحاجه ما بقتش ارخص ولا حاجه من بره، لان اغلب اللي هناك بقوا فاهمين خلاص ان الناس بقت تنزل العتبه علشان تجيب ارخص من هنا، فعارفين ان اللي نازل هناك فاهم ان ده ارخص حاجة، فبقوا الاسعار بقت مقفورة خالص. كل واحد بيقول سعر واسعار فلكية، يعني اسعار الصيني مثلا عالية جدا هناك، وحاجات كتير قوي سعرها زي هنا، وبقوا كمان ما بيفصلوش قوي، يعني لما تيجي تحاولوا تفصلوا قوي معاهم ما بيفصلوش. كبيره قوي هينزلك 5 جنيه او حاجة زي كده في الحاجات اللي هي العادية يعني. بس فمش كل حاجة هناك بقت رخيصة او كده، فالافضل ان انتوا تجيبوا يعني برضو من اللي هي المحلات اللي بتبقى عاملة عروض او كده، ممكن تجيبوا منها الحاجات، لان الحاجات بتبقى لما بيبقى عليها عرض بتبقى طبعا ارخص. انا الحاجات اللي انا جبتها من هناك، جبت اللي هي البلانشا دي، تمام، دي اللي هي بتاعت الخضار الصغننة، هي مش صغننة قوي يعني، هي حجمها كده. دي جبتها كانت بتتباع كانت عاملة 25 جنيه، فسعرها حلو. هو انا مش فاكرة كانت 25 او 15 بصراحة يعني، بس هي كانت في الحدود دي مش ازيد من كده. دي اللي هي الصغيرة دي بتبقى بلاستيك كده، انا جايباها للخضار. وجبت واحدة تانية اللي هي الكبيرة دي ازاز، الخامة بتاعتها ازاز اهي، ده شكلها. هي مرسوم عليها فواكه، دي الخامة بتاعتها ازاز ومرسوم عليها فواكه، دي كبيرة قوي على فكرة، ومرسوم عليها فواكه كده، وكان في واحدة تانية مرسوم عليها خضار، يعني في اشكال كتير يعني، بس انا اخترت ده. هو انا اول ما شفتها استغربتها ان هي ازاز وكده، فقلت ان هي ممكن تقع تتكسر وكده فمش عملية، فاللي البياع يعني قال لي ان هي ضد الكسر، ووقعها فعلا في الارض ما اتكسرتش، فقال لي هي الخامة بتاعتها ضد الكسر، بس هي ازاز يعني. فهي حلوة احسن من الخشب، علشان الخشب لما بتيجي تقطعي عليها لحمة او كده، النسيج بتاع الخشب بيبقى داخل فيه حاجات، فبتلم حاجات كتير مهما نضفتي فيها، برضو بتحس ان هي مش نظيفة، فطبعا دي افضل. فاللي بيفكر يجيب دي او يجيب التانية، يعني لو انت عايزة تجيبي التانية وتقطعي عليها مفيش مشكلة، لو عايزة تجيبي واحدة كبيرة زي كده مفيش مشكلة. هي الخشب كانت ب65، دي عاملة 90، تمام، دي الكبيرة عاملة 90. فدي كانت اللي هي البلانشا دي، ودي سعرها كويس، انا ما شفتهاش هنا في المحلات لسه، يعني انا بنزل هنا في المحلات برضو اول مرة اشوف دي، بشوف التانية على طول لكن اول مرة اشوف دي. وجبت برضو من الحاجات اللي انا جبتها وحابة ان انا اوريها لكم، اللي هي الطواجن دي جميلة جدا وحلوة وصحية جدا في الاكل. جبت اللي هو الكبير ده بغطا، تمام، عشان لو حابة تعملي حاجة وتغطيها. وده شكله، كان فيه اشكال طبعا كتير، بس انتي قبل ما تجيبيه بتبص فيه، لان كان فيه حاجات كان فيها ديفوهات يعني، لان ده معمول على الايد يعني، فبتبص فيه عشان لو في حاجة مخرومة او كده بتبقي تتأكدي ان هو سليم. ده كان سعره عامل 75 جنيه، عشان ده كبير بالغطا. وكان فيه طقم تاني كانوا 3 احجام مع بعض، كانوا عاملين 100 و100، تلاتة مع بعض احجام كانوا ب125، فانا اخترت ان انا اجيب ده، وجبت اللي هو الشكل التاني صغير عشان عجبني شكله، اللي هما دول وليه ايد كده، ده حلو، يبقى حلو في لما تيجي تعملي الرز بلبن او تعملي مثلا ام علي او كده، فحلو كده بايد. انا جبت من ده 2، ده الواحد عامل 30، شكله حلو جدا اهو، وهو ليه ايد كده، ده شكله لذيذ قوي يعني. هو 30 زي ما قال لي انا اشتريت يعني، انا مفصلتش الصراحه في دول، ما اعرفش بقى ده ينفع يتفصل فيه او لا، بس ده انا جبتهم بالسعر ده. وده بالغطا عشان لو حابين تعملوا فيه حاجه وتغطوه، ده حلو قوي. وقبل ما تجيبوا بصوا فيهم، ده اللي هم الحاجات اللي انا جبتها، وهوريكم. وكان في اللي هي الصواني اللي هم البلاستيك دول، يعني اي عروسة طبعا بتجيب 3 على الاقل من دول.
بيبقوا حلوين وبينفعوا، بيبقوا مقاسات طبعا، بتجيبي واحدة متوسطة، واحدة صغيرة، واحدة كبيرة زي كده. كان في طبعا اللي هما التلاتة اللي بيبقوا أحجام، بيبقوا التلاتة نفس الشكل، في تلاتة بيبقوا سادة ألوان، أصفر وأخضر، أصفر وأحمر، وأصفر وأحمر مثلا، تلاتة ألوان وبيبقوا تلاتة نفس الشكل بالظبط، وفي تلاتة بيبقوا بيض زي كده بس من عليهم رسومات، بيبقوا التلاتة شبه بعض. بلاش تجيبوا بقى من الطقم اللي هو التلاتة على بعض دول، هو بيبقى الطقم تقريبا 125، هو نفس السعر تقريبا بس بيبقوا التلاتة مع بعض. مش عارفة نفس السعر ولا لأ، يعني انا هقول لكم سعر كل واحدة في دول كام. المهم ان انا كنت هجيب التانيين اللي هما التلاتة شبه بعض، بس بعد لما هو نزلهم لي لقيت ان اللي بيبقوا التلاتة شبه بعض دول بيبقى البلاستيك بتاعهم مش حلو. البلاستيك بتلاقوا الحتة البيضة اللي هي في البلاستيك دي بتكون مخلوط، بلاستيك مخلوط كده، بيبقى فيه زي بقع وحاجات كده، شكلها وحش جدا، رديئة جدا جدا. حتى اللي هي الملونة السادة برضو تحس ان هي خفيفة كده ومش حلوة. فلقيت اللي هم دول بيتباعوا فرداني، دول خامتهم حلوة قوي، يعتبر احسن حاجة في اللي هم اللي هم البلاستيك اللي زي كده دول. فانا نقيت اللي هم الثلاث اشكال دول، دول كانوا احسن ثلاث اشكال. كان في اشكال تانية حلوة بس النوعية دي فجبتهم، مش لازم تجيبوا الثلاثة شبه بعض، بس هم كانوا حلوين جدا وسعرهم حلو. وهي بتبقى الصغيرة دي جايباها ب25، دي شكلها، وفي اللي هي المتوسطة دي، دي سعرها 35، وفي اللي هي الكبيرة خالص دي، دي سعرها 45. فطبعا كده يعني دول تقريبا تمنهم على بعض التلاتة، لو هما مش شبه بعض، مش شبه بعض دول، هتلاقيهم عاملين حوالي 100 ومثلا 120 او حاجة، او 125 برضو نفس السعر. بس بلاش تجيبوا اللي هما التلاتة على بعض، لان التلاتة اللي بيبقوا شبه بعض نوع البلاستيك مش بيبقى حلو خالص، وبيبقى بلاستيك مخلوط. فلو بصيتوا، لو حبيتوا تشتروا، اشتروا ان هما الفرداني دول افضل، لان بيبقوا يعني حتى لو بصيتوا فيهم كده تلاقي البلاستيك بتاعها تقيل كده ونقية، يعني مش مخلوط ولا حاجة، واشكالهم اصلا احلى يعني. فمش لازم يكونوا التلاتة شبه بعض، طالما التلاتة شبه بعض خامتهم مش حلوة يبقى مش ضروري، ممكن تجيبي التلاتة مختلفين مفيش مشكلة، يعني مش لازم يكونوا شبه بعض. طالما انا جبتها اللي هي الاستاتيولا دي، حلوة جدا جدا، دي احسن من اللي هي القديمة اللي كانت بتتباع. القديمة كانت الجزء اللي فوق سيليكون واللي تحت بلاستيك، فكانت بتتفك، هتلاقوها بتتفك فمش حلوة، فدي افضل. فلما تيجوا تشتروا منها، لو اي عروسة بتجهز او كده، هاتي اللي هي السيليكون كلها على بعضها، دي بتبقى امتن واحلى. وفي بقى اللي هم الاشكال بتوع الكب كيك دول، حلوين قوي دول، سيليكون، دي الباكت فيها 6، الواحده ب25، الباكت دي ب25. جبت الشكل اللي هو ده فراشه، وجبت الشكل اللي هو ده، فالوانهم حلوه وشكلهم حلو. من برضو الحاجات الحلوه اللي انا لقيتها هناك جبتها اللي هي دي بتاعه الكريب، حلوه قوي قوي، دي كبيره اهي اهي، دي بتاعة الكريب مخصوص، يعني دي للكريب مخصوص. دي تمنها 190، فكانت حلوة برضو. لو انتي مش حابة ان انتي تجيبيها، وحابة ان انتي تعملي في اي طاسة عندك تيفال، ما فيش مشكلة، لكن لو حابة تجيبيها هي تمنها 190 برضو، عشان اللي عايز يجيبها او كده. ده شكلها تمام. وفي بقى جبت بجانب اللي انا اوريكم اللي هم القوالب بتوع الكب كيك التانيين، هم اشكال، يعني بيعملوا اشكال، يعملوا اشكال فراشة او المثلث او البيضاوي او القلب، انما دي هتعملك الكب كيك اللي هو الاشكال اللي هي المعتادة بقى للكب كيك. الصينية دي تقريبا كانت ب125، الصينية اللي هي بتاعت الكب كيك دي عاملة 125، جايباها من العتبة. بس دي بقى كانت الحاجات اللي انا جبتها من هناك، حبيت ان انا اوريها لكم، عشان لو حد حابب يشتري حاجة من هناك يعرف الاسعار ايه وكده. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب، واللي عايز اي سؤال يكتب لي في الكومنتات. اشوفكم على خير، باي باي.